إذن حتى نتعرف على كيفية تكوين النظائر، فإذا عرفنا النظائر هي عبارة عن زيادة في عدد النيوترونات. ليش؟ لأن البروتونات هي نفس العدد الذري ونفس عدد الالكترونات. فلو أخذنا مستويات الطاقة حتى نفتهم الجراوند ستيت ليفل والإكزايتد ستيت ليفل. الجراوند ستيت ليفل يعني مستوى حالة الاستقرار، والإكزايتد ستيت ليفل مستوى حالة الإثارة. لو عندنا الكترون في مستوى حالة الاستقرار بالجراوند ستيت ليفل، فهذا الالكترون إذا انطيناه طاقة، الطاقة ايش راح يسوي؟ راح يمتص هذه الطاقة وينتقل إلى مستوى طاقة أعلى، يصير بعملية absorption يعني عملية امتصاص. بينما عندنا بالكيمياء adsorption بدل البي دي، فصير ذيك عملية امتزاز إذا سامعين بها، أو امتصاص بالدال وليس بالتاء. فالابزوربشن يعني امتصاص. هذا الالكترون راح يمتص هذه الطاقة وينتقل إلى مستوى طاقة أعلى، لكن مستوى طاقة أعلى لكن بطاقة أقل، فما يفضل أن يبقى بالإكزايتد ستيت ليفل، وإنما يفضل الرجوع إلى مستوى حالة الاستقرار لجراوند ستيت ليفل. ومن يرجع لحالة الاستقرار راح شي يسوي؟ راح يبعث هذه الطاقة على شكل إشعاع طبيعيا، فينطينا ثلاثة أنواع من الأشعة هي ألفا وبيتا وجاما، وهاي العملية تسمى بالإميشن، عملية الانبعاث. إذن هي هذه فكرة تكوين النظائر. عندنا ملاحظة النوتس، isotopes similar in chemical properties but different in physical properties. بما أن الايزوتوبس هي عبارة عن ذرات نفس العنصر، فإذا أكيد هي راح تشابه بالخواص الكيميائية، لكن شنو تختلف بالخواص الفيزيائية. نجي ناخذ هنا عندنا الرادو اكتيفيتي اند رادو إليمنت، يعني الفعالية الإشعاعية والعناصر المشعة. قلنا there are three types of rays which are emitted from radiant material. طبيعيا مثل ما شرحنا ثلاث انواع من الاشعة تنبعث من المواد المشعة. These are من هذه الاشعاعات مثل ما قلت لكم الفا بيتا جاما. لو اخذنا هذا الاناء او الوعاء الحاوي يسمونه ليد كونتينر، يحتوي على عنصر الرصاص. هذا عنصر الرصاص اذا سلطنا عليه طاقة اللي هو مجال كهربائي، أقطاب سالبة وموجبة، فش راح يسوي؟ مثل ما قلنا راح يمتص هاي الطاقة ويبعثها، ومن يرجع إلى مستوى حالة الاستقرار يبعثها على شكل إشعاعات ألفا بيتا جاما. هذه ألفا ريز راح تكون عبارة عن موجبة الشحنة، بيتا ريز شوفوا بيتا هاي نحط زوادة هاي مو بي، تكون سالبة الشحنة، في حين الجاما ريز هي عبارة عن بهذا الشكل هي أشعة كهرومغناطيسية. لو نجي إلى ألفا ريز، this may be regarded as being made up of two proton and two neutron and they are in effect helium nuclei اللي هي Hg2-4. هذه الأشعة ألفا يمكن أن نعتبرها على أساس هي بروتونين ونيوترونين، فإذا بروتونين فمعناها الأتوميك نمبر 2 لأن هو نفسه، بينما الماس نمبر إذا 2 ب2 راح يصير 4، ف2 إلى 4 هي ذرات أو هي نواة ذرة الهيليوم. ناخذ مثال عليها اليورانيوم، اليورانيوم هنا هو 92 الأتوميك نمبر والماس نمبر 238. هذا طبيعيا راح يتحول أو يشع نظيرة الثوريوم، الثوريوم هذه 90 200، هذه بهنا غلط 234 غلطة مطبعية، زائد شنو نشوف هنا؟ شلون نعرف أشعة ألفا؟ إذا نقص العدد الذري الأتوميك ويت 2 والعدد الكتلي 4، معناها شقد؟ 2 ب4، إذا هي نواة ذرة الهيليوم، معناها أشعة ألفا. واضحة؟ إذا نقص 2 ب4 الماس نمبر هي ألفا، زائد الإي والإي هنا تعني إنرجي. بينما لو نشوف البيتا ريز نعتبرها بارتيكلز جسيمات.